اللي فوق، تعالي دعم محفوظ في الكاميرا وهتخانق. مش موافقين على الاسعار الجديده اللي انت عاملاها. يعني ايه؟ امال هنصلح الغساله اللي باظت دي ازاي؟ طب انا اقول لهم ايه؟ قول لهم كل حاجه غالي، اشمعنى الغسيل اللي هيبقى رخيص ولا كمانه نظافه؟ انت يا بنت لسانك فارق لك. الغسيل لزوم المكوى، يجيبوا بيدفعوا كام للمكواجي وانا زي عايزه تلهفي ربع جنيه في غسل قميص واحد يا سفاحه. بلاش منه، خليهم يا اختي يكونوا من غير غسيل. ده اللي قال سوء النظافة جبر وتغندروا ان اتنين حكم. يا بار يا اللي فوق السطوح، هتقفلوا المية ولا بلغ البوليس يجي يشيل الموتور اللي عرفنا ووسخنا من يوم ما ركبتوه يا حيوانات. قلبك ابيض يا باشمهندس، عدينا بنغسل بيها هدومكم الوسخة. حبس 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 حبس، انت فين اشار الملابس؟ حبس الملابس كلها اتبلت يا انسة. يقطعني ولا يهمك، ما انا كنت داخل اخد دش. ما تاخذنيش يا مولانا. مولانا العفو والسماح، العفو والسماح. حبس حبس دمك شربات يا انسة. ما تجيب هدومك اللي اتبلت اغسلها لك وانشرها لك. تشغليش بالك، انا اصلا بحب اغسل هدومي بنفسي. يا لهوي، هتغسل وانا موجوده؟ عاشق فيك. هتلات خلي طشتي يبارك بريحه هدومك يا ابو خطوه. هرسفت، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ القصه تاروته جارنا. قصه في ايه؟ قصه ابو جديد اسبغه وكويه. ايه؟ قصه ابو جديد اسبغه وكويه. القصه تاروته كوافير قد الدنيا. كوافير كوافير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولي بصراحه يا اسمك ايه؟ انت صحيح مخاوي؟ حبس 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 حبس، ايه لزوم الكلام ده يا تاروته؟ نهار اسود، مش بقى جارنا ولازم نعرف لون فصه ايه؟ انا اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. القصه تاروته كلامه كده متعود يلغي الستات. لطيف قوي، باين عليه جرغتت. هو الواد ده حكايته، امه ما كانتش بتخلف صبيان، ولما ولدته خافت عليه من الحسد، لبسته بنوته وطولت له شعره لحد ما بقى عنده 9 سنين. اه معذور بقى، ده لو كان سابته كمان ساعتين كان جسمه زرع ونبت وطرش وبقت مصيبه. دمك شربات يا مولانا. التكيف الاجتماعي وعملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. ادفع الدبل. اتفضل يا سيضاحي. نفرض أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد بيئة فاسدة، إزاي يكيف نفسه فيها؟ بنفسين. الكلام ده في أفلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. يا ضاحي، إذا فسدت البيئة فلابد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل، بالاصول. الانسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن اذا زاد معدل استهلاكه في اشباع رغباته لدرجه التفاصه والنعم، حياته هتفسد، لانها هتتحول الى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الاحساس باللذات اللي بيجروا وراها. لو سمحت يا استاذ. ايوه اقعد. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطه، ياكل طبق واحد بس. انت بالذات تاكل كل اللي يجي في سكتك. عشان انت شاطر. ايه ده؟ المساله مش حشر وكتر اكل، الناس كل يوم بتموت من الشبع، محدش ابدا بيموت من جوع. ايه يا استاذ؟ انت فاكر نفسك غاندي ولا غاوي انيميا؟ ايه في ايه جرايين؟ جرانك وقفت حنا، كانتين المدرسه هيتفلس. هتفلس من جشعكم ومن استغلالكم. في حد يقول لي السندوتشات والمياه الغازيه تباع للتلاميذ باغلى من الاسعار السياحيه؟ وانت مالك؟ ردوا عليا يا شباب. ده سرقة علني. استغلال حقير. احنا اذا غلى علينا شيء تركناه. بقى كده. انت شايف ايه؟ ده تخريب. ليك ناظر له مصلحه في الكانتين؟ يترد عليه. بسلم لي عليه. يا
فندم لازم تشوف لنا صرفة في مستطاع التعظي مدرس الفلسفة ده. يا ساتر ده تقول بلى حصل منه ايه تاني؟ كل يوم عامل لنا مشكلة. ده شيوعي يا فندم. ايه؟ صدقني شيوعي يبث وينفث. ينفث؟ بيرغي يساري وبيكلم التلاميذ في مواضيع خارج نطاق مادته. مواضيع زي ايه؟ الاستهلاك والقيمة والكلام الأحمر ده. يا نهار اسود. الغني هو اللي يقدر يستغنى عن أكبر قدر من الحاجات، مش اللي يستغل ويكوش على كل حاجة. يا أخي خليك واقعي، هتستغنى عن إيه ولا إيه ولا إيه؟ أساسيات الحياة بقت صعبة. البدائل متوفرة والحياة بسيطة وسهلة. بدائل يا أستاذ؟ يعني تركب لي بسكليتة مهكعة وتمشي لي بيها في وسط العربيات وأنت مدرس محترم وبتحضر لي دكتوراه في الفلسفة وجاي تقول لي بديل المواصلات؟ بلا نتانة. بتؤدي الغرض وبوصل مشوار قبل اللي راكبين عربيات ولا لأ؟ طب البسكليتة بتؤدي الغرض، إنما السانتو إزاي بتؤدي بيه الغرض كبديل للجواز؟ اتنين آخرتهم هد الحيل. بصراحة بقى أنت بقيت مضحكة الناس كلها. ليه بس يا أخويا؟ أخوك إيه وجبت إيه؟ ده أنت عريت الطعايطة كلهم. الحق عليا اللي جاي يديك خبر بعنوان جديد. اوضه فوق سطوح. انت ناس انت ابن مين ومن عيله مين؟ يا عم سيبك من العره الفاضيه دي. قال جدك ساب لك ايه؟ ابوك مات. ابوك مات وسابك في شقه خمس اوض وصاله ترمح فيها الخيل. شقه في بيت من قلعه مبني سنه 1800 ووقع وراح لحالي. اسكن في شارع عاصي. انت مش كنت ساكن في شقه مفروشه؟ غليت علي وانا اذا غلى علي شيء تركته بلا خيره. وهي دي امكانياتي يا عاصي وبكيف نفسي على قدها. اجيب منين؟ الله تعمل زي كل الناس ما بتعمل يا اخي. يعني اسرق؟ والله يا اخي بأشرف لك. ياما القمر عالباب نور انا ديله. ياما ارد الباب ولا انا ياما ياما القمر عالباب. لا عال ترد الباب. الواحد عايز يلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه المناظر الواحد بيشوفها في الشارع؟ بس المناظر هنا مش شايفها سكوب. أما القمر عالباب تعالى هدد الحيل. وأصعب المبادئ هذه الأيام. لو بطلنا نلم الندور بالسكان هيعرفوا اننا كنا بننصب عليهم. ولميناها لفند اللبط ده يفرحنا ويزينا. الله يرحمك يا عم زباخ. كانت ايام عز ونغناغه. ابن معروف يا اخويا ابني مربوط وعايزين حد يفك. يا حاج عم زباخ مشي من هنا ومش راجع تاني. مش راح فين؟ ابن معروف دلنا عليه ربنا يكفيك شر المرض. قلنا لك ما نعرفش. ما تسيبها تطلع يا سباش. تطلع فين؟ لمولانا التعظي. هو فين ده يا اخو؟ ساكن مطلع هم زباخ راجل بركه وهيريحك. بس اوعي تقولي له ان احنا اللي دليناك عليه. ليه؟ اصله بيشتغل على الضيق قوي مش لكل الناس. اطلعي يمكن يقبل يساعدك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. اللي انت عملته ده يا كاوده ده طعم يا غبي طعم. لو كله هنكسر عينيه واللعب زي